مسجد العدلان بحي الصباخ بمدينة بريدة، يعاد ترميمه من الطراب بالطراز الأول الفلسطيني. برنامج إعمار المساجد التاريخية مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية، تأهيل وترميم مسجد العجلان بحي الصباخ بمدينة بريدة. ذكرونا أهل الصباخ من أول باللبن الطينية، من زمان ما شفنا اللبن الطينية والتلبين، فما زال أهل الصباخ ما شاء الله مهتمين بهذا البناء القديم، ما زالوا وما زالوا يستخدمونه في البنيان. اللبن الطيني، ذكريات الأولين. هذا أحد المساجد في حي الصباخ العريق، يتم الآن بناؤه من جديد. في ما زال أهل الصباخ يحبون هذا الطراز القديم، فهو طراز الآباء والأجداد، طراز يحفظ البرودة ويحفظ المسجد من الحرارة. هذا التلبين الأول الذي كانوا يستخدمونه في البيوت الطين وفي المساجد في كل مكان، فشيء نادر انك تلقاه لبن طينية ناس الآن تهتم فيها. بنشوف المسجد اللي الحين يعمرونه من هذا اللبن الطيني في حي الصباخ العريق. هذا المسجد الآن تحت الإنشاء بالطراز القديم في حي الصباخ، يتم بناؤه بناء الطراز الأول اللي هو الطيني. ما شاء الله، تحية لأهل الصباخ على إعادة التراث الأول. ما شاء الله ما شاء الله، هذه الأعمدة اللي كانوا يستخدمونها من زمان الطيبين، فهذا المسجد الآن ينشأ بهذا الطراز بحي الصباخ. فقليل أن تشاهد يعني بناء طيني في مدينة بريدة، فهذا يعتبر نموذج من بناء زمن الطيبين. هذا الحوش حق المسجد، وهذا السور حق المسجد برضو من الطين ما شاء الله. أحد المساجد حي الصباخ يعاد بناؤه من بالطراز القديم، اللبن التي كانت تستخدم في البيوت الطين وفي المساجد وفي زمن الطيبين. ما شاء الله، تحية أهل الصباخ على تمسكهم بتراثنا. هذا المسجد من الخارج، وهذا المحراب. طبعا المسجد كان قديم وجدد الآن بمشروع الأمير محمد بن سلمان لتجديد المساجد. هذا ما زال الآن المسجد كان قديم جدا جدا بحي الصباخ،
بعد ما اندثر أو سقط منه أجزاء كثيرة، فتم إعادة بنائه بالطراز الذي كان عليه أول مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد. حي أصباخ، الله يوفق الجميع إن شاء الله.